واقف لوحدي وانت وصحابك ليه يا باصين؟ انا جمهوري واقف في ضهري نمبر 1، وانت عارفين مين بقى اللي واقف جنبك. انا اقول لك مين اللي واقف جنبي يا حبيبي. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه اللي حلقه عنه في نفسك؟ الحلقه عن اغاني المهرجانات. اه تقول تعمل لي فيها شطه وكمان كزبره نمبر 1. جرى ايه يا عم ابراهيم؟ تضحك على ايه؟ يلا روح اعمل لي شاي واعمل لي حاجه كلها. اجيب لك ايه؟ مفيش. بتنسى ليه بالسمسم هان والحاج كان شغال شحات. يلا حلقه المهرجانات هنبدا. 3 4 2 1 اكشن. ايه يا ابني اللي انت مهببه في نفسك ده؟ ابدا يا وليد. حاضر هبدا يا خالتي. ايه يا ابني اللي انت مهببه ده؟ نفرفش يا خالي شويه. فرفش ايه يا ابني؟ وعشان حلقه مهرجانات تعمل في نفسك كده؟ نمبر 1 يا راجل. بلا نمبر 1 بلا. ماشي يلا اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زيتونه وخال وليد لحل المشاكل اكيد. وحلقه النهارده عن اغاني المهرجانات. هنشوف مين مع الاغاني المهرجانات ومين ضد اغاني المهرجانات، مين بيأيد الاغاني ومين بيرفض الاغاني. طبعا انت بتاع اغاني. اغاني انت مقضيها. انا بغنى. مش عامل انا 3 اغاني خل. عامل 3 اغاني؟ مال. لا والله. والله. ومين كان بيرقص معاك؟ دبه دي. مؤاخذة فاتح. لا عادي. معاك يا حبيبي. ايه يا وقت التواضع والسؤال؟ واحنا عشان في حلقه مهرجانات تبقى متواضعه كده؟ وايه راس السنه اللي انت عاملاه في عينيكي ده؟ ايه القمر ده؟ قمر يا تونه. واعزائي المشاهدين، ومعانا رساله من عايز تقولها انت؟ مارين. قول. اسمع اغاني مهرجانات ولا انا؟ انا عن نفسي ما بحبهاش. عبد الحليم حافظ. انا عبد الحليم وام كلثوم. يعني الناس الحلوه دي. شكوكو. قول بقى انت رساله. اسماعيل ياسين. لو النبي يا عم انا ماليش دعوه، لا غني مهرجانات ولا اقول يا بوقي. مش تقول لي مهرجانات. مهرجانات مين يا عم؟ انت شايف بتتكلم ازاي؟ ايه بتكلم ببوقي؟ اكون بتكلم منوره يا تونه. منور يا بوقي. ابدا. حاضر يا اختي. يخرب بيتك. اعزائي المشاهدين، ومعانا اول رساله عن المهرجانات. بتقول من ام جلال انها بتحب اغاني المهرجانات جدا ودايما بترقص عليها هي ومامتها. ورسالة تانية من جلال ابن ام جلال بيقول انه يعني حياته كلها عايشة على المهرجانات، بياكل مهرجانات، بيشرب مهرجانات، كل حاجة بالمهرجانات. بياكل مهرجانات؟ هو اللي بيقول المهرجانات بتتاكل. انتوا عملتوا فيها كل حاجة يا ابني. انا معرفش بس انتوا عملتوا اهو كل حاجة. شوف الرسالة التالتة. شوف الرسالة التالتة معانا. ورسالة تالتة من بنت ام جلال بتقول انها بتحب اغاني المهرجانات ولازم كل يوم ترقص عليها هي وام جلال وجلال. عيلة جلال. اه. اعزائي المشاهدين، واضح ان النهارده الحلقة بتاعت المهرجانات عن ام جلال وجلال وبنت ام جلال. يا جلال يا جلال، ده العشق حلال، ده وابناني دوم. هو مفيش الا ام جلال. هي ام جلال دي بوسطة عندنا ولا ايه يا اخويا؟ ما تنهينا الحلقة. يلا يا اخويا ابدا. والنبي بوسطة. شكلها بوسطة. وحلقة مهرجانات وهتبقى الليلة ضرب نار يا تونة. ضرب نار. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع تاني عشان معانا اتصال. ولا اقول لكم مش هنطلع فاصل المرة دي ونشوف الاتصال لانه مستعجل جدا. ونقول الو. مساء النور. اتعرف عليك؟ عبد الحليم حافظ. اهلا يا عندليب. والله دي بقت حاجة تقرف يا وليد بيه. اي حد عاوز يغني اي حاجة، اي كلمات، اي مزيكا، زهقنا اقسم بالله. شفت؟ يعني انا افهم من كده ان حضرتك ضد اغاني المهرجانات. انا مضربها بالنار ولم العيال دي كلها وحبسها. ايه يا عم الحاج؟ ايه يا ابني في ايه؟ ما تسيب الراجل. بقول لك ضرب نار. وايه اللي هو بيقوله؟ ايوه بيقول رايه مشاهد وبيقول رايه. هو ضد المهرجانات ما فيهاش حاجه. يعني انت بتحب مهرجانات؟ هو ضد المهرجانات. وانت؟ انا ضد المهرجانات. ضد ده برضه؟ انا ويا المهرجانات. انا مهرجان لوحدي. صلاة النبي. يا مهرجان انت، يا جبل ما يهدك ريح. ومعانا اتصال. نقول الو. الو. مساء
سنور. صباح العظمة. صباح الفل. كل بشوف يا سيدي، ما يخسرش. انا شايف اللي عايز يعمل حاجة يعملها، اللي عايز يغني مهرجانات يغني، واللي عايز يغني دعوة فرح يغني، دي ترابيزة سفرة وكله بشوقه بقى. لا راجل ده بيتكلم صح. مين يشهد للجاموسة منورة يا فاتن؟ انا مش جاموسة يا اخويا. حد يقدر يقول عليكي كده؟ ده انت القمر بتاعتنا، ده انت المهرجان بتاعنا النهاردة يا كبير. اللهم صل على النبي. بقول لك النهاردة في رسائل تانية يا دي يا زتونة. لا ده في، ايوه في اتصال. نقول الو. الو الو. ايوه مين معايا؟ يا زتونه يا ناج. اهلا وسهلا حبيبي. مين؟ انا نحمده. هو مال خالك مركب لنا الوش الخشب ليه؟ بس كان شغال نجار. ولا عيب، يلا احترم نفسك، ده انا خالك. عاوز خالي. ماشي يا زتونه. نعم. انا شاري كلمات حلوه قوي وعاوزك تغنيها معايا. غني غني غني. ايه يا ابني، احنا في برنامج. يا مدام اهلا بيكي، احنا في برنامج محترم. ما بنغنيش اغاني مهرجانات. احنا بنرقص الدبه. بنرقص فاتن بس عليها. صفقتكم دي تعمليها انت والاخ اللي قاعد جنبي ده على القهوه بره قدام الاستوديو، انما هنا برنامج ايه. غني لو عجبتنا نغنيها. هم هم هم. انا كنت بحب واحد وطلع نصكم. انا كنت بحب واحد وطلع نصكم. هم هم هم. انا كنت بحب واحد وطلع نصكم. اعزائي المشاهدين، الحلقه شكلها هتفرط مننا وهتزيط في المهرجانات. هم هم ده بيقول لك كتو ونص كم و... هم هم هم. انا كنت بحب واحد وطلع نصكم. نصكم. طب انا كت بقى وماشي ومش مكمل الحلقه ولا محملات. خليك انت والدولاب ده بحملاتك الهي توقعي ولا يلا. انا كنت بحب واحد وطلع نصكم. زتونه زتونه وخال وليد، مشاكلهم اهي بالعبيد، وحلولهم ولا هي بتنفع، اونطا ولا بتفيد. فاتن تايهة ما بينا وبصوتها الكل يطير. أكشن. احنا في كل حاجة راشقين، ومشاهدتنا بالملايين، نمشي في أي حتة ترن ولا حد عارفنا مين. نمشي في اي حته ترن ولا حد عارفنا مين. احنا عطاوله واسال عنا، كله بيسال عن اخبارنا، نجوميه والشهره دارنا، نفشل حتى نيوم فكرنا. الكل يطير. اكشن. امشي يا واد روح روح بلا وكسه، شكلك بق طالع من حادثه. امشي يا واد روح روح بلا وكسه، شكلك بق طالع من حادثه. شهره ايه نادي يا منيل، هتخرب بيتنا والله حاسه. شهره ايه نادي يا منيل، هتخرب بيتنا والله حاسه. ويومات الكل يطير. وفاتن تايهة ما بينا وبصوتها الكل.